توائز بقيمة 250 دولار مقدمة من مطعم البيت الدمشقي. 5 أشخاص رح يربحوا معنا، كل شخص جائزة بقيمة 50 دولار. شروط المسابقة هي خليكم معي تابعوني. أول شرط من شروط المسابقة تعمل لايك لصفحة البيت الدمشقي. ثاني شرط تعمل 10 تاج لأصحابك. ثالث شرط تعمل مشاركة المنشور. هاي شروط المسابقة لتكون أحد الرابحين معنا بخمسين دولار. طبعاً الرابحين رح يكونوا 5 أشخاص هني. نحن السحب رح يكون يوم السبت الساعة 9 ورح ينتهي يوم الاثنين الساعة 9، والسحب رح يكون يوم الخميس كمان الساعة 9. طبعاً السحب رح يكون ضمن بث مباشر على الفيسبوك، رح نكتب اسمك ورح نكتب كمان جنب اسمك اسم صفحتك، ورح نسحب 5 ورق. هالخمس ورق اللي حنسحبهم هن اللي حيكونوا الخمس أشخاص الرابحين. رح نتواصل معهم عن طريق الصفحة ورح يتواصلوا معنا مشان ياخذوا الجائزة تبعهم. وشغلة تانية حابب لكم ياها، أنا بتفوتوا على اليوتيوب وبتشتركوا وبتفعلوا زر الجرس، لأنه المسابقات الجاية كلها حتكون على اليوتيوب بقيمة أعلى وبجوائز أكثر. تمام؟ هي بالنسبة لليوتيوب. وأنا هلأ رح أترك لكم بآخر الفيديو فيديو شرح توضيحي للفيسبوك ولليوتيوب كيف تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وكيف نعمل الأشياء كلياتها. وحابب لكم كمان شغلي، إنه هاي المسابقة يعني وين ما كنتوا أنتوا رح تصلكم الجائزة، بأي بلد بأي مكان. وحابب لكم كمان شغلة تانية، بتمنى من كل واحد رح يربح يكون مو بعازل المصاري أو يكون مرتاح ماديا يبعثها لحدا وهو بعازل. هي أكيد هي شغلة اختيارية وأنتم بتختاروا، بس نحن يعني عم نقترح مجرد اقتراح، لأنه أنا أول ما نزلت إنه رح نزل مسابقة كتير قالوا لي أنا مرضان، أنا بعازل، أنا كذا أنا كذا. فبتمنى هذا الشيء، وبتمنى تكونوا بخير، وبتمنى أشوفكم بخير، والسلام عليكم.